أرخبيلس قطرة الواقع بين خليج عدن والمحيط الهندي يكشف عن أهداف دولة الإمارات من التدخل العسكري في اليمن. فأبو ظبي الساعية إلى مد نفوذها خارج حدودها الإقليمية اتخذت من التحالف العربي لدعم الشرعية غطاء للسيطرة على جزر الأرخبيل الاستراتيجي. سوق قطرة اليمنية البعيدة عن سيطرة جماعة الحوثي كانت هدفا سعت إليه الإمارات ضمن سياستها في السيطرة واستعمار الموانئ والمنافذ البحرية الهامة. 3 سنوات استخدمت فيها أبو ظبي وبشكل ممنهج مجموعة من الأدوات للسيطرة على الأرخبيل اليمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية، الأمر الذي خلط الأوراق في الجزيرة ودفع الأهالي للمطالبة بإنهاء النفوذ الإماراتي هناك. الإمارات دخلت إلى سوق قطرة بغطاء إنساني لإيصال مساعدات لأهالي الجزيرة، لكنها ما لبثت أن كشفت عن مخططها متلاعبة بالقوى على الأرض بتجنيد المئات من أبناء سوق قطرة وتدريبهم في أبو ظبي وشراء ولاء الشخصيات ذات النفوذ في الجزيرة، كما شرعت إلى بناء قواعد عسكرية ظلت تعززها بقوات على الأرض إلى حين تفجر القضية شعبيا وإعلاميا. الأزمة الأخيرة بين الحكومة اليمنية والإمارات بدأت عقب انتشار قوة إماراتية في مطار وميناء سوق قطرة دون التنسيق مع أحد، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء اليمني للجزيرة والذي منع والوفد المرافق له من المغادرة، وهو أمر اعتبره السوق قطريون احتلالا واضحا بالسيطرة على بوابات الجزيرة مع العالم الخارجي. الحكومة اليمنية استنكرت في بيان رسمي الإجراءات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الإمارات واعتبرتها أمرا غير مبرر، في حين نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول يمني قوله إن الحكومة الشرعية تدرس إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بطرد الإمارات من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية. هوس الإمارات في السيطرة على المنافذ البحرية وإنشاء إمبراطورية استعمارية لم تكن سوق قطرة أول فصوله، حيث كشفت الأسابيع الماضية عن خلاف إماراتي صومالي حول تشغيل ميناء بربرة الذي حاولت الإمارات الهيمنة عليه بدعم قوات صومالية موالية لها هناك. وقبلها أعلنت موانئ جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوارلي بعد أن شعرت بمرامي الإمارات غير الشرعية. انتفاض سوق قطرة ضد أبو ظبي ورفض الهيمنة يعكس الوجه الاستعماري الذي حاولت الإمارات تكريسه في الجزيرة ويدفع للتساؤل عن حقيقة النوايا من وراء التدخل في اليمن.